رجل فقير كان يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل يوم. انظر ماذا حدث له، حدثت له معجزة كبيرة جدا، سبحان الله. ولكن إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة حتى نعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، فالدال على الخير كفاعله. فضل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعلها من الأمور التي يبحث عنها الكثيرون، حيث تعد الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمرا إلهيا ورد ذكره في القرآن الكريم، فقد خاطب الله تعالى المؤمنين في كتابه الحكيم في أكثر من آية وأكثر من موضع ليحثهم على الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم، بما يدل على أن فضل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر عظيم، حيث أن الصلاة على النبي تفك الكروب وتزيل الهموم. فعن أبي بن كعب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثان. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذا تكفي همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي. وفي هذا الفيديو سنعرض لكم قصة رجل فقير كان يصلي على النبي يوميا، انظر ماذا حدث له. كان هذا الرجل كبير في السن ويدعى محمد، وكان هذا الرجل لا يمتلك قوت يومه، إلا أنه كان يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوميا. كان هذا الرجل فقير جدا، وكان يعيش معه زوجته وأولاده، وكان كل يوم يذهب إلى العمل، ولكن كان رزقه قليل. فكانت زوجته توبخه كل يوم وتقول له: لابد أن تبحث عن عمل غير الزراعة، فالإرادة الذي يأتي من الزراعة لا يكفينا يا رجل، اذهب ابحث عن عمل آخر، وإلا تركت لك البيت. فحزن الرجل حزنا شديدا وذهب إلى الصلاة، وبدأ يصلي ويبكي إلى الله سبحانه وتعالى ويشتكي إلى الله ويقول له: يا رب، ما لي أحد سواك يا رب العالمين، يا رب ارزقني، يا رب ارزقني، إنني أحتاج للمال، فزوجتي تريد أن تترك البيت والأولاد أيضا. وبدأ الرجل يبكي وينهمر من البكاء، وبعد الانتهاء من الصلاة ذهب إلى البيت فطرق على الباب، ففتحت له زوجته الباب فقالت له بسخرية: أجئت لنا بالمال؟ فقال له الرجل: إنني كنت أصلي في المسجد. فقالت له: ولماذا لم تعمل عمل إضافي؟ نريد المال، نريد المال، وإلا تركت لك البيت. فحزن الرجل حزنا شديدا، فذهب الرجل إلى النوم وبدأ يصعد على السرير وينام. فدخلت وراءه زوجته وبدأت توبخه: أتنام؟ أتنام وتتركنا بدون مال؟ وبدأت تسبه وتقذفه. فبكى الرجل بكاء شديدا بصوت خافت جدا لا يسمعه أحد. فاستيقظ باكرا وذهب لصلاة الفجر، وبعد أن انتهى من صلاة الفجر بدأ يذهب إلى عمله في الحقل، وبعد ذلك أذن المؤذن لصلاة الجمعة فذهب إلى الصلاة، فجلس وانتبه للخطبة جيدا. فكان موضوع الخطبة عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها في جلب الرزق، فاستمع الرجل للخطيب واقتنع بكلامه، وعندما خرج من المسجد بدأ يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بدأ يصلي كل يوم أكثر من 1000 مرة. وعندما عاد للمنزل بدأت زوجته توبخه كالعادة، فقال لها: اليوم أنا معي مفتاح الفرج. فقالت زوجته: يما جاب الغراب لأمه. فضحك الرجل ضحكة باستهزاء وقال لها: إنني معي كنز الآن. فقالت له: كنز؟ وأين عثرت على هذا الكنز؟ قال لها: إنني معي كنز كبير. فقالت له: ما هو؟ أخبرني. فقال لها: الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل كنز. فضحكت الزوجة باستهزاء فقالت له: يا رجل، أتستهزئ بي؟ فقال لها: لا، إنني سمعت الخطيب اليوم في خطبة الجمعة وهو يتحدث عن فضل النبي صلى الله عليه وسلم،
فأريد منك أن تصلي على النبي معي. فقالت لزوجها: صلي أنت لوحدك، أنت تنخدع بالأقوال والشعارات. فتركها الرجل وخرج من البيت وبدأ يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل يوم 1000 مرة. وفي يوم من الأيام ذهب إلى الحقل ومسك الفأس وبدأ يفحر في الأرض، فوجد صندوقا قديما، فبدأ يفحر أكثر وأكثر، وقام باقتلاع الصندوق من الأرض. وبعد أن اقتلعه من الأرض أخذه في شكاره وذهب مسرعا إلى زوجته، فطرق الباب: زوجتي زوجتي افتح الباب. فقامت زوجته بفتح الباب، ففتحت زوجته الباب ودخل، فقال لها: كنت أفحر في الحقل فوجدت هذا الصندوق القديم. فقالت زوجته: صندوق قديم، ولماذا أتيت بهذا الصندوق؟ فقال لها: إنه صندوق مقفول، نريد أن نفتحه، اعطيني المطرقة لكي نفتح الصندوق. فذهبت زوجته وأتت بالمطرقة وأعطت المطرقة لزوجها، وبدأ يكسر غطاء الصندوق. تخيلوا ماذا وجد يا أصدقائي في هذا الصندوق. وجد قطعة ذهبية ثمينة جدا، ففرحت زوجته فرحا شديدا وقالت له: قطعة ذهبية، إننا أصبحنا من الأغنياء. قال: نعم، عندما قلت لك أنني وجدت كنز واستهزأت بي، فقلت: ما هو الكنز؟ فقلت لك: فضل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أهذا فضل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقالت الزوجة لزوجها: أريد منك أن تبيع هذه القطعة الذهبية. فذهب الرجل إلى محل الذهب لكي يبيع هذه القطعة، فقال له صاحب المحل: هذه قطعة أثرية لا تقدر بثمن. فقال له الرجل: كيف لا تقدر بثمن؟ قال له: أنها غالية جدا. فباع الرجل هذه القطعة لصاحب المحل بمبلغ كبير جدا، وأصبح من الأغنياء المدينة، وهذا بفضل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطوهما من تشاء، وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. ردد معي: الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة، اللهم صل على محمد وآل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إذا أتممت هذا الفيديو لا تنسى عمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع الآخرين. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة لولو 7.